أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد أن تصدير المواد الغذائية الأمريكية ومعظم الأدوية إلى سوريا غير محظور بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا. الطائرات الحربية الروسية تشن 4 غارات جوية بصواريخ عنقودية على منطقة حرش بسنقول جنوب غربي إدلب دون تسجيل ضحايا أو إصابات بين المدنيين. مقتل 11 عنصرا من ميليشيا لواء فاطميون المدعوم من إيران جراء انفجار سيارة مفخخة داخل مربع أمني لهم في بادية تدمر بريف حمص بحسب ما نقل موقع نداء بوست. عشرات المواطنين يعتصمون في ساحة الطرشان وسط مدينة السويداء حاملين شموعا وصورا للشاب أسعد البربور الذي سقط برصاص قوات النظام بعد أن اقتحمت قرية أم الرمان وأطلقت النار بشكل عشوائي على المواطنين بحسب السويداء 24. مراسل حلب اليوم يفيد باغتيال صف ضابط برتبة مساعد وعنصر تابعين لفرع المخابرات الجوية التابعة للنظام على يد مجهولين، تبعها حملة اعتقالات طالت العشرات من الشبان في مدينة داعل شمالية درعا. وزارة الصحة في حكومة النظام تعلن تسجيل 9 حالات وفاة، 5 منها في دمشق، و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، 43 منها في العاصمة دمشق.